السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الزردين جات لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نكمل لعبة هالو نيبر 2. الحلقة هاي المفروض إنها الأخيرة وراح تكون طويلة. جيبوا لكم إيش تشربوه واستمتعوا بالفيديو، لايك واشتراك. أوكي يا إخوان، رجعنا من جديد، عدنا من جديد. أوكي طلع صح؟ يلا راح أشوف هذيك الغرفة شو كان فيها. أو إيش، خلينا نشوف المفتاح لإيش. ما جاش هو هذا. ايوه إله، تمام. هي هاي الغرفة اللي كنا ندور عليها. اوكي اجا. ايوه فيش مكان تخبى فيه. ها اجا. ايوه هون شكلها باب سري. يا رب ما يجي هذاك، خلينا نعرف ادور. والله شكله باب سري هذا. الصوت هون كثير قريب. لمسني. طيب خلينا ندور بالغرفة. اجا صح؟ او في علامة بس ايش هاي؟ في وزن، في هون خزنة ما شفتهاش. اوكي نايس، محطوط الساعة الكبيرة هاي. اتوقع ان توقيت الساعة هو الرقم من الخزنة. هاي ايش هاي؟ شو بنحط هون؟ في ايش بنحط فوق العصفور هذا؟ بس ايش هو؟ مش عارف. في هون اشي لازم نحطه. في ثلاث روس على فكرة لازم نحطهم. بس وين طلع؟ هي ممكن اقدر اطلع فوق اتوقع. اوكي طلعنا فوق المدخنة بس فيش اشي. او ليش طلعني؟ طيب في هناك اشي كأنه كهرباء. اوكي يعني مات. هاو في هون كمان انتين لازم احطه. اوكي خلينا نشوف الساعة اللي بيحكوا عنها. هاي الساعة اللي هي 6:30. في اشياء والله قصتها قصة. هذا البيت طويل كثير، في اشياء. هون في كمان اشي كثير والله، في اشياء. في اشياء. هون الثقالة ايش فتحت؟ اوكي وين الثقالة اللي لقيتها؟ كانت هي هون. اي والله نسيت. كيف صرت اخذها؟ قبل شوي ما كنت اقدر اخذها، كان لازم احط عليها اشي قبل شوي. هاي الاشارة على فكرة هاي اللي بس. اوه في مكان سري فوق. ياي يا رب اشي مفيد. اوكي هذا انتين، هذا اللي نحطه فوق هسه. طيب خلينا نطلع نحطه بما اننا مش عارفين شو نسوي. لا طلعت هون على الفاضي. طلعت من هون نسيت. اوكي امشي. اوكي قلنا هاي هون، بس كيف نجيب الاشارة؟ هيك مش عارف كيف نعرف ان الاشارة اجت. اخي عن عرض البيت شو بيه الغاز هي كثير.
عن كل اللعبة. بس أنا الثقالي وين حطيتها مش عارف. أهيهم الله ياخذها. أوكي شو صار هسه هيك؟ آه مسنن. أوكي مسنن. وين هاي الأشياء؟ ما كنت أقدر أخذها. هاي رأس سمك صح؟ مفروض يعني هي هاي. أوكي طلعنا رأس الدب ورأس مش عارف شو هو ذاك الفقمة. هاي الغرفة غالبا ما فيها إشي، بس هاي أنا مش فاهمها والله. الكرة الأرضية في إيد. أقول لازم أوقف العلامة على اليد. أوكي صح؟ أتوقع إني وقفت على اليد. لقينا المقبض اللي كان معنا، بس مش عارف لإيش هو أصلا. ها في شون؟ آه ليكون هذا. أوكي ليتس جو ليتس جو. في شي ثاني؟ ما في شي ثاني صح؟ نقدر نفتح هون. في ايش هون كمان؟ المقبض. اي المقبض صح؟ اوكي ليتس جو ليتس جو. اوكي كثير اشياء انحلت. طيب ايش كمان هون؟ ما اتوقع. هاي في جانا هسه ياخذ مني كل الاغراض وضل رايح. هنحط المسنن. اوكي 11:30. وين هو؟ حط راس الدب قبل ما ياخذه. اوكي يلا. اوكي مش كده سريع هو. اوبا شو اوكي لا تنزلش. تمام حلوين حلوين. خلينا ندخل من هنا تحت الشباك. انا ها صرت افهم انا باللعبة. الشباك هذا لا هذا. ايوه ليتس جو. طيب ايش ضل معايا انا؟ ما ضل شي شي. الساعة 11:30 قلنا. اي 11:35 ليتس جو. كاميرا ايش الكاميرا؟ ايش هذا؟ هاي زي العمل اللي لقيتها على الطاولة. تشد عمل. مش فاهم. ايش صار؟ اوكي رجعنا على مقرنا. في ايش هون؟ اوكي. هذا ايش هذا؟ وين هذا البيت؟ هذا القلعة الكبيرة القصر. شكلي لازم اخذها او احركها. اللي بحرك فيها انا توقعت انه خلاص معي مش حافة صح؟ هي صح؟ يب. في اشي هذا الخطوات. يب الله شكله لازم اكسره هذا اتوقع يعني. هي في هون ايش برا؟ هيك بعض. طب هي معي مش عارف. لازم ابعت الكلب. اوكي لازم نجيب له اكل. وهذا في حد مدفون هون شكله. طيب خلينا ندخل على القصر. خلينا ما ندخلش على القصر.
شايفني؟ اوكي يلا اشي لازم اسويه جاني لحقني؟ ملحقنيش صح؟ طيب يا بي والله نبلش من الصفر. لا هذا منبه اتوقع، اذا بقدرش احركهم. شايفني؟ في اشي هون لازم احطه، اتوقع انها النجمة اللي كانت هناك. شايف منبه هذا؟ منبه شوي. كان سر لغرفة ثانية. كمان ما دخلناش. هذا ايش مكان سر يعني؟ شافني؟ فيش بتحرك هون؟ فكرة في اشي هون، شايفين؟ شكله في باب هون، بس كيف نفتحه؟ ايه هذا هون، مش شايف والله انا. والله العظيم ما لجأني. ايه الحقني، ملحقني شو انا. اوكي في اشي هون. اوكي هاي شكل، ايوه شكل تبعت ال شو اسمه. اوكي منيح ما رميت العتلة، الحمد لله. اوكي اطفيها. اوكي طفي. خذ النجمة بسرعة، اتوقع انها هون. وين قلنا احنا وين؟ هون. لا او ما نبي واحد من هذول. استني واحدة. هي مربعة اتوقع هون. ايوه هون المفروض. هاي الجوائز على فكرة اللي لازم نحطهم، كاس والنجمة شاف ايش. ساي بستفيد منها هاي اللي بيدي، البطارية هاي. خلينا نشوف في فوق هاي، بقدر اطلع لها اتوقع. بعيدة. اوكي هون ايش بالضبط؟ اتوقع ايش. لا لا ايش ارميها. في اشي بنقدر نحطه هذا، بس مش عارف شو هو. في غرفة هون نشوفها، حمام اتوقع انها هاي صح. حنرمي اشي، هاي زدت لي اياها هاي، وهاي زدت لي اياها هون اتوقع. السفينة يب 8/6/1991، 8/6/91. لا ايش هاي؟ رمز خزنة شكلها. 8/6/91. ايوه هذا مسكر هذا. اصفر احمر اخضر ازرق، اصفر احمر اخضر ازرق. ليتس جو. فتح الباب. شايفني؟ هو مش شايفني على فكرة. خلنا نشرد. وينه؟ لا يا رب يفتح. شرد اشرة اشرة اشرة. لا لا تخدش الاغراض بسرعة بسرعة قبل ما يرجع. هي في نار برا على فكرة، هذيك لازم اطفيها.
اوكي في هون ايش لازم نحطه؟ موسيقى، اسطوانة هاي وبس. مثل المشحات تبعنا هذا، في شي هون هيك؟ لا الحقني الحقني يا غالي، لا شي يشبه. هذا ايوه وقفي. اوكي افقع. تعال يا وحش، جبت لك غداك، ابلع. هو اوكي اوكي هاي بنحطها فوق، صح وعافية يا حاج، هاي بنحطها فوق بالهدايا. اوكي هون، لا والله مش هون هاي، لا عاد وين؟ اوكي هاي هون صح. طب يا حاج ايش عطاني؟ الكاس. تمام اوكي حاج امشي. والله وقف، الله انه علق. ليش اخذ من الناس؟ والله نسيت شو كان معي. في جائزة هون، بس كيف نطلع فوق؟ وات؟ اوكي نشوف هاي لما نطلع. اوه والله في اشي هون. اوكي بدنا نجيب هذيك تبعت الكهرباء نحطها هون. تمام، هنحط الجائزة أول. لا رعبنا، الله يرعبه. لا لا الله ليش لا. اوكي هات لي هاي، والله اجا. اوكي لا لا ادخل، هو مش عارف وين انا، ان شاء الله ما يكون هون. حط لي جائزة ولا اشي، ده جائزتين. هاي قلنا الباور فوق. فوق ايوه امسك حبيبي امسك. ايوه طيب ايش سوى هذا؟ قديش الرقم؟ 8 6 9 1 صح؟ ليتس جو. اوكي باقي جائزة واحدة. هذا ايش بكون هيك؟ ليش بكون هيك يا نعم ابوك؟ بسم الله برعب. حط هون صح. طيب الوحدة باقي بس جائزة واحدة. 1 hour later. ايه ايه وخدها. اوكي والله انا كنت فكرها صورة. اوكي اشتغل اشتغل ايه ومزج الموسيقى. ايش اللي صار طيب؟ طيب ايش اللي صار؟ مش عارف انا. اقول تفتح الغرفة السرية اللي هاي اللي هون، مش عارف، لازم اشغلها وارجع بسرعة. ايش سوى انا؟ حاسس انها بتفتح اشي هون. نزلت هاي. اوكي ايش في هون؟
الشيشي نايس. ايوه هذه هي، هذه هي الجائزة الخامسة والأخيرة. آخ أنت قرقعت راسي أنت. بسم الله. أوكي بسم الله. افتح البوابة هاي صح؟ أتوقع لازم أوزنها على نفس الألوان. يب إيش في هون؟ مفتاح. هذا مفتاح الغرفة الأخيرة اللي بالبيت هذاك حسب ما أتوقع يعني. يعني هسه خلصنا من البيت هذا إحنا ولا إيش؟ أيوة هي بلشت تليل، شايفين؟ ويكم لما تليل بنقدر ندخل على هذاك البيت. خلينا نمزح على البيت هذاك يلا. أنا جد طولت. وين هو؟ أيوة هناك. هذا مفتاح غرفة هاي. تم النكبة بنجاح. وينه؟ اوكي هاي المفتاح اللي كنت بدي اياه، بس ما اتوقع بس هيك. ايش هاي الايد؟ اوكي روح 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 روح. ايوه تمام. ما اتوقع بس هذا اللي هون يعني. ها في ايش هون؟ اوكي ليش هذا؟ بعدين اتوقع لهم ترتيب. ها في ايش هون؟ في كمان كتاب. اوكي في كمان كتاب. طيب نفتح هذا الباب. اوكي حمام. سكر الحمام ليش متغلف؟ شو قصة الوحوش هاي اللي طالعة ايدهم؟ هاي الكتاب. المفروض اني فتحت كل الكتب هيك. ها مفيش لوحة او اشي هيك ببين كيف نرتبهم. هاي نار، هاي وردة، هذا ايش هذا؟ هلال ونجمة. هذا وردة، هذا نار، هذا صاروخ. اوكي بقينا. شو الرابط بينهم؟ هلال ونجمة ونار وصاروخ وعشبة أو وردة. أيوة هي نار. أوكي بعدين يا زلمة خلينا. اوكي نار وردة. ايش بعديها بسرعة؟ كواكب. نار وردة كواكب. نار وين؟ هاي نار، هاي وردة. وين بقهر؟ روح لف في الغرف ليش بجيني؟ شو صار؟ اوكي نزل درج. خلينا نغفل عنه شوي، خليه برك دخل على غرفة ولا اشي. يخوف هسه يطلع فوق. ايش في فوق؟ هي هون جوا شكله ولا؟ مقدرش تسكروا هذي. ايه جاني هذا. وين نتخبى؟ ياو ايش مكان نتخبى فيه؟ هي مفتاح.
معلق ولا ايش؟ شو نسوي؟ شو هذا؟ شكله معلق. خلينا نروح نجيب مفتاح نفتح للولد. اوكي لا هذا خايف مني. تعال يا اسطى. هاي الرسالة كان كاتب لي عليها هلب. من وين كان يطير هذا الشباك مسكر؟ اخ واخيرا يلا لا يخطفنا انا وياك. يلا تعال راح يخطفنا انا وياك. ايش سوي؟ اوكي لا حبسني انا لا. طيب الولد هرب صح؟ ايش هذا التمثال؟ عامل تمثال للولد. اوكي يعني الولد هرب وانا لبست. اوه في اخذ مني كل شيء. يا نهار اسود الولد سحب علي. الكلب سحب علي. اه مقص هذا ولا ايش؟ لا اتوقع هاي بتحرك هاي اذا ما خاب ظني يعني. لا خاب ظني. وكمان في هاي مقص 1024. ليه ليش هيك مقلوبين الأرقام؟ هون في رقم 2 أزرق. أوكي نايس. هون الأحمر 0. يا عمي والله خبرة. دقيقة خلنا نرتب من هسا. هون في كمان أرقام. هون 7 أخضر 5 زهري. أوكي هاي خلاص راح تنعرف لحالها. ايه غلط. ايوه لازم اخلي الارقام هون. اوكي الاخضر قلنا قديش؟ 7. 9 كمان واحدة هيك 0. صحيح احنا مش عارفين. خلينا نقلب. ايوه ليتس جو. اوكي فكرت راح يفتح الباب تحت. اوكي ايش عندنا هون؟ اتوقع ان بنهاية اللعبة. انا اتوقع المفروض يعني هون هاي بقدر انزل من هون بس اول ايش خلينا نتأكد اذا في اشي. الواضح انه فيش اشي. هاي الشباك كنت اشوف منها على فكرة. سكول يا رب. الكلب حط مصيد. الكلب وين رماني؟ اوكي رجعني هون. لا هيو هيو شردت الله ياخذك. دقيقة خليه براحته. هيو ما قدرش تقول ليش صوت الولد بعيط. احد يكون رجع خطفه. هيو تعال تعال قولها. يو امسك الباب. الكلب هي هذا حط مصايد. انا لا 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 انا جقت يا حبيبي. حط مصايد في كل مكان. في مفتاح. هذا وين نلاقي المفتاح؟ لا 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 بسرعة بسرعة فك. هي علينا. وين كل سنتي في شو اسمه؟ في اي مصيد على الارض. هذا مسكر. في شو هون على فكرة؟
شايف هذا فيه هون طفيت حريق. يا اخوان والله هذا اللي جاب بالي. هاي المفتاح. لا 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 انزل. مفتاح طب بدنا طفيت الحريق بس بدنا مفتاح ال شو اسمه مفتاح ال سموني هاي عشان نفتح الفاير بليس. بس هيك عاطلة هي كل شوي بدي انا ابلع مصيدة. طيب وين بده يكون يا احمد؟ وين بده يكون؟ لو انت هذا الزلمة وين بتحط المفتاح؟ يكون معه زي هذيك اللي كان معها بجيبتها. يكون المفتاح معه. بس كيف نجيبه؟ مفتاح معه والله. برمح رماح برمح رماح يا اخوان. الله بدي شيء بدي شيء. يا شو شايفين هي هي معه. كيف نجيبه؟ معقول اخطفه منه؟ لف لف بسرعة يلا. ايه ما ادري صح. يا بسرعة أول إشي على فكرة لازم هاي بسرعة. هو وينه؟ أوكي أوكي خليه خليه لما يروح مش مستعجل أنا عادي. أبلع ولا أبلع. يلا روح روح يا زلمة. يا نايس نايس عملنا الصعب ضل السهل. اول ما يطلع فوق بنروح نفتح. لا هذا مفتوح. يلا 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 يا وحش تعال. اح شو جاب هون؟ يلا 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 ايه ايه عليه بك. يلا اركض. اوكي متى؟ ليتس جو. عادي عادي يلا روح روح. اح لا تقول لي بدك تساعده. طيب كثير الولد. وات في واحد ضربني من ورا. ايش هاي؟ هيك النهاية؟ الو الاربع سنين بحاول انقذه بالاخر هيك يسحب علي. اوكي بقول لك انت فزت اللعبة بس لسه القصة ما انتهت. في لسه يمكن جزء جديد. انا بقول لك في افكار جديدة واشياء جديدة راح تصير قريبا. اوكي لا هيك ختمتها يا اخوان. اوكي بس شباب هون بكون وصلنا لنهاية الفيديو نهاية اللعبة. بتمنى تكون اللعبة عجبتكم. اذا نزلها كمان تحديث راح نلعبها ان شاء الله. وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامة.